اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي استوديو البطوله، وجديد الجوله 15 من بطوله الدوري الموريتاني، ونبدا بلقاء نادي الجيش الوطني ونادي الشرطه الوطنيه. هذا اللقاء العسكري بامتياز انتهى بالتعادل السلبي حين يلعب نادي الجيش الوطني امام نادي الشرطه الوطنيه. كثيرا ما يكون في اللقاء اهداف، لكن هذا اللقاء نظرا الى النديه بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي. اليوم الثاني من الجولة 15 من بطولة الدوري الموريتاني حمل معه مفاجأة من العيار الثقيل، خسارة المتصدر تفرق زين من العميد الأقصر بهدفين مقابل هدف. إذن العميد الأقصر أخيرا يفوز على نادي تفرق زين في نسخة الدوري الحالية، بعد أن كان نادي تفرق زين عصيا عليه طيلة الموسم المنصرم من بطولة الدوري الموريتاني. الأقصر يعود وبقوة هذه السنة بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة وإقالة المدرب وعديد الإجراءات التي حدثت في العميد الأقصر، بينما تفرق زينة يفقد 3 نقاط مهمة وهو المطارد من نادي دز. إلى لقاء الحرس الوطني ونادي توجونين الذي انتهى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الحرس الوطني الفريق المتكامل وبشهادة الجميع هذه السنة، نظرا إلى أنه الفريق الذي يحافظ دائما على نفس الوتيرة نفس الأداء، يواصل هو الآخر تقدمه في الترتيب ويفوز على نادي توجونين ب3 أهداف مقابل هدف. أفسن واذيبو ونادي تجكجا، تجكجا يعمق من جراح نادي أفسن واذيبو من جديد بعد أن فاز عليه في لقاءات الذهاب بهدف دون رد وإقالة المدرب زلفان يماني أنذاك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الموريتاني. اليوم تجكجا يواصل هو الآخر في علو كعبه على نادي أفسن واذيبو ويفوز عليه بهدف دون رد هناك في العاصمة الاقتصادية واذيبو وفي الملعب البلدي، ليعلن بعد ذلك نادي أفسن واذيبو أيضا إقالة المدرب الجزائري مصطفى سبع، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد. اليوم الثالث من مواجهات الجولة 15 من بطولة الدوري الموريتاني، لقاء جمع بين نادي كينغ نواكشوط ونادي سنيم كانسادو. هذا اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. نادي كينغ نواكشوط تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة، بينما نادي سنيم كانسادو هو الآخر ما زال يبحث عن نفسه في بطولة الدوري الحالية. آخر لقاء في بطولة الدوري الموريتاني جمع بين صاحب المركز الثاني نادي دز ونادي الكونكورد. هذا اللقاء اعتبره المتابع الرياضي أكثر لقاءات هذه الجولة إثارة ومتعة وتشويق، حيث انتهى بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، ليؤكد نادي دز هذه السنة بأنه فعلا هو مفاجأة هذا الموسم. طبعا أذكر بأن نادي دز قادم من دوري درجة ثانية وأثبت مكانته وجدارته ضمن فرق الصف، واليوم يصارع على بطولة الدوري الموريتاني ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر تفرق زينة. تشتعل إذا المنافسة في نسخة الدوري الحالية وبين فرق الصف وحتى فرق منطقة القاع. هذا هو كل ما لدينا في جديد الجولة 15 من بطولة الدوري الموريتاني، دعونا نشاهد ترتيب فرق الدوري عقب انقضاء هذه الجولة. إذن مشاهدي الكرام، بعد مشاهدة ترتيب فرق الدوري الموريتاني عقب انقضاء الجولة 15 من البطولة، نبقى مع فاصل إعلاني نواصل بعده أو نشاهد بعده اللقاءات القادمة.
ترغبون في إجراء اتصالات مجانية؟ أن تتصفحوا الإنترنت بربط سريع ومستقر؟ اكتشفوا ديو اللامحدود، عرض حصري لموريتيل. الهاتف الثابت والأدياسل في عرض واحد. استفيدوا من الهاتف الثابت مجاناً لمكالماتكم نحو جميع الهواتف الثابتة لموريتيل، ومن خيارات عديدة لسرعات الربط بالأدياسل، انطلاقاً من 512 كيلو إلى أعلى سرعة تصل إلى 12 ميجا. للمنزل أو للمكتب، ديو اللامحدود بسعر استثنائي ابتداءً من 4490 أوجيه للشهر. موريتيل، عالم جديد بين يديك. المحرك الحقيقي للنظام المصرفي، التجاري بنك موريتانيا، شريك رئيسي للمؤسسات والأفراد. التجاري بنك يأتي إليكم من خلال شبكة فروعه الواسعة. التجاري بنك موريتانيا، المصرف الذي يقدم لزبائنه مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. بطاقة السحب إيزي كارد وبطاقة فيزا عالمية، SMS Banking من أجل البقاء على اطلاع فوري على آخر تعاملات حساباتكم. باك مريح للموظفين لإدارة حساباتكم عن بعد والاستفادة من تسهيلات السحب مجاناً. للزبناء الجدد، باك مرحبا الذي يقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات عند فتح الحساب. التجاري بنك موريتانيا يقدم أيضاً المنتجات المصرفية الإسلامية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل لجنة مكونة من العلماء البارزين في موريتانيا. التجاري وفبنك، فيكم موافقون. نتابع الآن مشاهدينا الكرام المواجهات القادمة في الجولة 16 من بطولة الدوري الموريتاني. لم يتبقى لي مشاهدينا الكرام الا ان اودعكم، القاكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي استديو البطوله، اي جديد متعلق بكره القدم الموريتانيه ما عليكم سوى زياره الصفحه على الفيسبوك او القناه على اليوتيوب. هذه تحياتي، في امان الله.